مساء الفل يا امارات، النهارده باذن الله جايه اعمل معاكم صوص الشوكولاته البيضه. الصوص ده تقدري تسقي بيه الكيكات، تقدري تستعمليه مع السينابون، حشوات، حلو قوي، وبايديكي انك تتقليه او تخففيه زي ما انت عايزه. انا بستعمل لبن بودره ميدو نيرو، هنعوز معانا نص كوباية لبن بودرة، هنعوز نص كوباية زيت نباتي، هنعوز ده سكر نص كوباية برضو، ونص كوباية لبن سايب. هنحتاج لفانيليا. يلا نروح على الخلاط ونشوف الوصفة بتاعتنا وان شاء الله تعجبكم. اول حاجه هننزل بيها يا حبايبي على الخلاط. الخلاط ده مش وساخه والله، ده اتشرخ مني فلفيته بورق اللي هو السلوتيب العريض ده، مع طبعا مع الاستعمال والكلام ده. شايفين الشرخ واصل لحد ورا مع الاستعمال وكده، ففي حاجات بتدخل تحت اللزق. هنحط السكر واللبن وهنخلطهم الاول مع بعض لحد ما نتأكد ان اللبن السكر دب. بعد كده هننزل باللبن بودرة وبرضو هنخلط لحد ما نتأكد ان السكر دب. هنا تقريبا زيت كلها دابت مع بعض. افتحي الفتحة الصغيرة اللي فوق دي وابدأي انزلي بالزيت واحدة واحدة. انا دلوقتي نزلت باخر كميه زيت. نسيت اقول لكم انا حطيت مع اللبن معلقه صغيره من ميه الورد، وحطيت مع السكر باكت واحد فانيليا. اول ما بتبداي تزودي زيت الصوت معاكي بيتغير واحده واحده، ده معناه ان القوام معاكي بيتقل. بصوا الصوت عامل ازاي. تقل جدا. شفتوا بقى عامل ازاي؟ هفضيه وارجع لكم. شايفين يا بنات؟ شايفين الصوص عامل ازاي؟ ولسه كمان لما هيتحط في التلاجة هيتقل عن كده، بس المهم تغطيه بكيس غذائي وخلي الكيس ملامس للطبقة الأولانية عشان ما تعملش قشرة معاكي. بس بجد تقيل جدا، بينفع في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، وطعمه حلو قوي. معلقة مية الورد مخلية كمان طعمه حلو قوي، ريحة الفانيليا مخلية ريحته فظيعة، وتقيل جدا 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 زي ما انتوا شايفين. شايفين كأني عاملة مهلبية. بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب.